الدستور الدائم للبلاد لحل المشاكل العالقة بين أربيل وبغداد، كما دعوا الحكومة إلى نبذ العنف واعتماد أسلوب الحوار المباشر في حل المشاكل والأزمات المتتالية التي تعصف بالبلاد. طالب مواطنو مدينة خانقين الحكومة المركزية بضرورة الالتزام بالحوار والاحتكام إلى بنود الدستور العراقي الدائم في معالجة كافة القضايا العالقة على الساحة العراقية ونبذ العنف واللجوء إلى السبيل الأمثل من أجل حل كافة الخلافات عن طريق الحوار البناء. احنا كمواطنين يعني في العراق بشكل عام وليس في هذه المنطقة فقط، بأنه لو التزمنا بالحوار والدستور لقلت هذه المشاكل، لأزيلت هذه المشاكل بشكل عام في أي منطقة من المناطق الموجودة بالعراق، وخاصة الموجودة بين الإقليم والحكومة الاتحادية المركز. لو لجأ هذه الأطراف إلى الحوار والتزام بالحوار والتزام بالدستور لما بقيت هذه المشاكل، وما أصبح المواطن يعاني هذه المعاناة. إذن الحوار هو الأساس. الحوار موجود من طرف التحالف الكردستاني، لكن الحكومة المركزية أمارات يدير ظهره نحو كل الحوار. أكيد لغة الحوار لغة عصرية، لأن زمن الحرب والمعارك انتهى وولى، لأن لهذا العصر عصر التقدم والحضارة لغة الحوار والديالوج اللغة الوحيدة اللي تحل المشاكل بين آراء مختلفة بين دول بين شعوب. لازم عن طريق الحوار وعن طريق الحوار نحل المشاكل دون العنف والتهميش، لأن حل المشاكل عن طريق الديمقراطية، لأن احنا الشكوى عندنا مشاكل لازم ينحل بهالطرق. وإني كمواطنة أطالب الحكومة بحل المشكلة بطرق سلمية وليس بأي بطريق الحوار أو مناقشات سلمية. مراقبون أكدوا بدورهم على أهمية هذا المطلب الجماهيري وضرورة انتباه الكتل السياسية والأحزاب العراقية إلى أهمية هذا المطلب خصوصا ونحن مقبلون على عملية ديمقراطية مهمة في تاريخ العراق، ألا وهي الانتخابات النيابية. الحوار هو الجوهر الأساس في بناء مجتمع ديمقراطي متحضر، ونحن جربنا منذ أكثر من 10 سنوات الحروب والاقتتال والتناحرات ولم نستفد شيئا. لا يخفى على الجميع دور فخامة الرئيس الأستاذ جلال طالباني في جهوده الحثيثة بإيجاد أرضية خصبة للحوار ما بين أربيل وبغداد، لكن مع كل الأسف كل هذه الجهود ذهبت هباء، وذلك لوجود أشخاص لا يزالون في حكومة المركز ينظرون إلى الكرد كقومية ثانية وكقومية درجة ثانية، ولهذا نحن دائما نسعى على خط الرئيس مام جلال لإيجاد أرضية صلبة للحوار. طبعا أنا أرى بأنه الحوار المباشر واللجوء إلى دستور هو الحل الأساسي لجميع المشاكل بين حكومة الإقليم وحكومة المركزية، وطبعا هو اللجوء إلى الحوار هو أساسي في هذه هكذا مواضيع، لأنه الكيانات السياسية يجب عليها أن تتحاور فيما بينها لإنجاح العمليات السياسية الموجودة الآن. إذن استنتج المواطنون على أن الحوار هو السبيل الأمثل للوصول إلى بر الأمان، خاصة بعد مرور العراق بتجارب مريرة رافقتها القوة والعنف والاضطهاد خلال عقود طويلة من الزمن لم تخلف سوى المأساة والويلات. لفضائية كركوك من خانقين عباس الأركوازي. في شأن آخر، كشف مصدر أمني عن إحباط محاولة لتنظيم داعش الإرهابي للسيطرة على ناحية الرياض.